السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من سطات. على المباشر من المدينة ديال سطات كنشاهدوا الآن واحد المباراة في كرة القدم، ليست مباراة يعني كباقي المباريات ديال كرة القدم اللي كدار في الملاعب ديال القرب أو الملاعب العادية. شباب المدينة ديال سطات في ظل انعدام ملاعب القرب كيمارسوا لعبة ديال كرة القدم في الساحة الرئيسية المواجهة والمقابلة لقصر بلدية سطات. شباب الوليدات ديال سطات اللي مجبروش فين يلعبوا، مجبروش ملاعب القرب، ملاعب القرب مسدودة بالمدينة ديال سطات. كدار واحد المجموعة من الأمور يعني فهاد ملاعب القرب، هاد الشباب وهاد الوليدات ديال سطات اللي كيف ما كتشوفوا يعني النص لابس لباس رياضي والنص بحوايجه العاديين، الحب ديالهم والعشق ديالهم لكرة القدم خلاهم أنهم كيجيو هنا لهاد الساحة الرئيسية المقابلة لبلدية سطات وكيمارسوا هاد اللعبة ديال كرة القدم. اللعبة ديال كرة القدم كان العشق عندهم، كان الحب ديالهم ديال هاد الكرة ديال القدم والانتصار اللي حقو المنتخب المغربي في مونديال قطر خلى الكل أنه يعني عنده واحد العشق، الكل أنه كيحلم، الكل أنه كيطمح أنه يكون من مثل الحارس بونو، الكل أنه يكون من مثل المدرب الناخب الوطني المقتدر، الناخب الوطني المقتدر وليد الركراكي، وليد الركراكي اللي عطى دروس للعالم، عطى دروس للمغاربة، عطى دروس لهاد الشباب اللي خلاهم أنهم يغامروا، خلاهم أنهم يتشبتوا بالممارسة ديال هاد كرة القدم رغم ما كاينش ملاعب ديال القرب في المدينة ديال سطات. كاين ملاعب ديال القرب ولكن هاد الملاعب ديال القرب هي كتخضع الشروط، ما مفتوحاش في وجه الجميع، ما مفتوحاش في وجه شباب والشباب ديال الساكنه ديال المدينه ديال سطات، ما مفتوحاش في وجه اللي عندهم واحد الحب وواحد الشغف للممارسه ديال هاد كره القدم. كيف كتشوفوا يعني متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في انهم كيمارسوا هاد اللعبه، هاد الرياضه الشعبية ديال كرة القدم بواحد العفوية، بواحد يعني بواحد الأريحية. إلى جاو مشاو الملاعب القرب كيف ما كنعرفوا في المدينة ديال سطات كاين واحد الملاعب ديال القرب حسب الاتصالات، حنا ماشي حسب الرأي ديالنا كيقول لك أودي إلا بغيتي تدخل الملاعب القرب خصك تخلص شي حاجة، حنا ما عندناش خبر اليقين ولكن حسب الاتصالات ديال الناس كيقول لك بانه الا بغيتي تلعب في ملاعب القرب خصك تخلص شي حاجه. واش هاد الملاعب ديال القرب اللي هي تاسات واللي هي تخلقات باش تكون كفضاءات ديال ممارسه ديال هاد اللعبه ديال كره القدم يعني تحولت بواحد القدره قادر انها ولات مغلقه، ولات مسدوده في وجه شباب المنطقه، في وجه شباب الساكنه. هاد الناس راه كون جبروا ملاعب القرب مفتوحه في الوجه ديالهم راه ما غايجيوش يمارسوا هاد الرياضه ديال كره القدم في واحد الساحه رئيسيه مقابله لقصر بلديه سطات. هذه رساله موجهه للمسؤولين، وقبل ما نوجهوا الرساله واش هاد المسؤولين في اخبارهم هاد الملاعب ديال القرب هي مغلقة في وجه شباب المنطقة، في وجه الشباب ديال الساكنة ديال المدينة ديال سطات. كاين ملاعب ديال القرب
ما نقولوش ملاعب القرب، هي بين قوسين ملاعب القرب او البعد تخلقات، يعني ملاعب القرب تخلقات في واحد الفضاءات في واحد المقاهي مخصصة كاينه في المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي. الا بغيتي تلعب خصك تخلص، خصك تأدي الواجب، اللي عنده يلعب واللي ما عندوش واش ما يلعبش. هاد الشباب، هاد الشباب، هاد الجيل الصاعد، هاد الجيل الصاعد اللي هما يعني يحملوا المشعل ديال يحملوا المشعل. كما كتشوفوا هذا راه مسكين، هذا شاب، شاب يعني راه باللباس ديالو العادي، راه النص في الفريق، النص لابس اللباس الرياضي والنص بحويجه. اختاروا هاد الساحة ديال البلدية ديال السطات انهم يجيو يمارسوا فيها هاد اللعبة ديال كرة القدم. واش هذا هو الدور المانوط بهاد ملاعب القرب اللي تخلقات لهذا الهدف؟ واللي يعني باش تكون واحد المتنفس كنجبروا، كاين ملاعب، كاين ملاعب ديال الاحياء الشعبيه، ولكن ملاعب ديال القرب كانت يعني هاد الملاعب ديال القرب كانت مبادره ملكيه محموده لسيدنا الله ينصرو، انه الريادي الاول انه استطاع انه يخلق ملاعب ديال القرب تشجيع الرياضه. وهادشي راه جا، هادشي راه ماشي جا دابا، راه من قديم، ولكن راه جا بعد الانجاز التاريخي اللي حقو المنتخب المغربي، بعد الانجاز التاريخي اللي حقو الناخب الوطني وليد الركراكي، بعد الانجاز التاريخي اللي حقو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، اللي مشهود له بالكفاءة واللي كانت له بصمات تاريخية في هاد اللي كانت له بصمات تاريخية في تاريخ كرة القدم المغربية. عيب وعار، عيب وعار أننا نجبروا مثل هاد الوليدات، هاد الشباب ما جبروا فين يلعبوا، خداو هاد الشباب ما جبروا فين يلعبوا، خداو هاد الفضاء ديال الساحة المقابلة لقصر بلدية سطات باش يمارسوا الهواية المفضلة لديهم وهي لعبة كرة القدم. عندهم طموح، إلا نزلنا دابا وسولنا هاد الشباب شنو الطموح ديالهم، شنو الحلم ديالهم، شنو بزاف الأمور، وأول حاجة غادي يقولوها لك، غادي يقولوها، غادي يقولوا بأنه ما جبرناش فيه نلعبوا، ما كاينش ملاعب، كاين ملعب رئيسي الفريق ديال السطات، وكاين ملعب ملحق للفريق، ولكن ما كاينش ملاعب ديال القرب. راه كاين ملاعب ديال القرب ولكن مسدودة، كاين سياسة باك صاحبي، كاين الوجهيات بهاد المصطلح ما كنقولوهاش حنا، ولكن حسب اتصالات ديال المواطنين، حسب اتصالات ديال ساكنة، حنا كننقلوا لكم الرأي، كننقلوا لكم الصوت ديال الشعب. كنشكركم على الثقة اللي كتوضعوها في قناة الشعب، قناة شوف تيفي. حنا ما كنتكلموش، حنا كننقلوا لكم الوضع، كننقلوا لكم الوضع، كننقلوا لكم المعاناة ديال هاد الوليدات، كننقلوا لكم المعاناة ديال هاد الشباب اللي ما جابرينش فين يلعبوا، ما جابرينش فضاءات، ما جابرينش ملاعب ريادية تكون في المستوى ديال التطلعات، ملاعب تكون في المستوى ديال التطلعات ديال هاد الشباب، ديال هاد الوليدات اللي من حقهم حتى هما يلعبوا. ولكن راه كيف ما ذكرنا، كاين ملاعب ديال القرب مسدودة في وجه الشباب المنطقة، كاين ملاعب مؤدى عنها تابعة لمقاهي خاصة كتواجد بالمدخل الشمالي وكتواجد بالمدخل الجنوبي ديال المدينة بدون ذكر الأسماء. إلا بغيتي تلعب خصك تخلص. هاد الوليدات، هاد وليدات الشعب، هاد وليدات الشعب ما عندهم ما يخلصوا، واش ما يمكنش ليهم أنهم يلعبوا؟ كيف ما كتعرفوا هذه ساحة رئيسية يعني مقابلة لبلدية سطات، كيجيو الناس كيتنزهوا
كفضاءات يعني الناس لأنهم كيجيو يتنزهوا كيجيبوا الوليدات ديالهم، ولكن هاد الشباب كيجيو يلعبوا هاد الكرة ديال القدم في انعدام هاد الملاعب ديال القرب. شنو الرأي ديالكم؟ بغينا نعرفوا الرأي ديالكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من خلال هاد البث المباشر. شنو رأيكم بصراحة؟ شنو رأيكم بصراحة؟ واش عاجباكم هاد الوضعية ديال هاد الوليدات وديال هاد الشباب، لأنهم هاد الوليدات وهاد الشباب لأنهم كيمارسوا هاد اللعبة ديال كرة القدم في ظل انعدام فضاءات وملاعب ديال القرب بالمدينة ديال سطات. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل. رسائلنا أننا ننقل لكم الواقع المرير. هذه إشارة، إشارة، هذه إشارة، هذه رسالة مشفرة للمسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة ديال سطات، المسؤولين عن الشأن الريادي، المسؤولين عن الشأن الثقافي، المسؤولين عن اللجان الثقافية والريادية بالمجلس البلدي يفكروا في هذه الوليدات. عيب وعار أن نشوفوا هذه الوليدات في واحد الوقت متأخر من الليل اللي هو 12 ديال الليل كيمارسوا هذه اللعبة ديال كرة القدم في ساحات مخصصة للتنزه، ولكن كيمارسوا في هذه اللعبة ديال كرة القدم. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع.